السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نخدم معكم فيه هاد الملاقية. هادي ملاقية بالعقيق، تقدروا تخدموها في الجلابة من الفوق حتى لتحت، أو تقدروا تخدموها فقط أسفل نتف طوق. كتجي زوينة بزاف والمنظر ديالها زوين وسهلة، يعني ما فيهاش الخدمة بزاف. دابا غادي نثبت الخيط لتحت، ومن بعد غادي نمشي للطرف الفوقاني وغادي نعاود نثبت الخيط هنايا. لاحظوا معايا مزيان، هنا خليو المسافة الكافية لجوج ديال الغرزات. كتخلي الخيط الفوق وتعاودي ترجعي لهنا وتديري الغرزة الأولى. من بعد كترجعي الخيط الفوق وتخدمي الغرزة الثانية بهذا الشكل. ودابا غادي نشد في الثوب الان، غادي نهبط الخيط لتحت ونرجع نخدم في هاد الغرزه الاولى. واحد، وهنا جوج. من بعد غادي نهبط الخيط لتحت ونشد في الثوب الان. لاحظوا معايا مزيان، الخيط كيكون فوق كترجعي تخدمي في الغرزه الاولى، ومن بعد غادي ناخذ العقيق. هنا من الاحسن خدمو بالعقيق، يكون الحجم ديالو صغير، لان هاد الملاقية صغيرة يعني فيها غير جوج ديال الغرزات، ولا كانت العقيقة كبيرة بزاف ما غاداش تجي مزيان. من بعد كتحاولي تعبري يعني المسافة الكافية لهذيك العقيقة وكتشدي في الثوب عادي. دابا غادا تهبطي الخيط لتحت وترجعي لهنا. هاد الخيط هذا اللي ركبتي فيه العقيقة كتخدمي فيه الغرزة الأولى. من بعد غادي نهبط الخيط لتحت ونرجع للطرف الفوقاني ديال الثوب، وكتشدي فيه مباشرة. كتحاولي هنا تحافظي على نفس المسافة. مهم من بعد غادي نرجع أسفل هاد الخيط هذا وغادي تخدمي الغرزة الأولى. من بعد كتهبطي هنا وكتخدمي الغرزة الثانية. ودابا غادي تعاودي تشدي في الثوب بهذا الشكل، واحد، وهذه الغرزة الثانية. دابا غادا تخلي الخيط لتحت وترجعي تشدي في الثوب بهذا الشكل. من بعد غادي الخيط كيكون الفوق كترجعي تخدمي الغرزة الأولى فقط، وغادي نعاود ناخد العقيق. هنا تقدروا تكبروا المسافة، يعني اللي ما بغاش تخدم غير هادوك جوج ضربات في الثوب تقدري تخدمي ثلاثة ضربات أو أربعة ضربات في الثوب عاد تركبي العقيقة. يعني المسافة ما بين كل عقيقة وعقيقة تكون واحد مسافة كبيرة، يعني كبر من هذا الحجم. فحتى هذه الطريقة ممكن أنكم تعتمدوها وتبدلوا، يعني اللي ما عجباتهاش هذا الشكل ممكن تخدم، يعني كما قلت لكم تكبروا المسافة وغادي يجيو هذوك العقيقات من بعدين، يعني ما يجوش بحال هذا الشكل قراب بزاف. مهم دابا فاش كنشدو في الثوب كنرجع اسفل هذا الخيط هذا وغنخدم الغرزه الاولى. من بعد كنخلي الخيط الفوق ونرجع لهنا ونخدم الغرزه الثانيه. ودابا غادي نهبط هنا ونشد في الثوب من بعد كتهبطي الخيط لتحت وتخدمي الغرزة الأولى.
والغرزة الثانية. الآن كتهبط الخيط لتحت ونخدمو هنايا واحد ضريبة في التوب بهذا الشكل. وكالعادة غادي نخدم أول غرزة ونمشيو ناخدو العقيق. كما قلت لكم في هذه المرحلة اللي ممكن أنكم تكبروا الخدمة وتبقاو غادين يعني تخدموا حتى 3 ضربات في التوب أو 4 ولا 5 على حسب كل وحدة والرغبة ديالها، وعاد تركبي العقيق بنفس الطريقة. الآن لاحظوا معايا من بعد ما تبت هذه العقيقة هذه كنمشي لهنا لهذا الخيط ونخدمه فيه الغرزة الأولى. من بعد كنرجع نشد في الخيط هنا فوق بهذا الشكل. والآن غادي نخدم واحد الغريزة هنايا. هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الخدمه. هذه كتجي زوينه وسهله يعني ما صعيبهش بزاف. وشكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.